مرحبا وأهلا وسهلا بكم. الفيديو جديد، الفيديو اليوم عبارة عن مشاركتي في مسابقة قناة الوردة البيضاء، والمسابقة يعني عبارة عن يعني هي مسابقة قصة قصيرة، فأنا راح أسوي هذه القصة بلعبة ماي بلاي هوم. هي قصة قصيرة اسمها الأجار الطيب، فيلا بينا نبلش. كم أحب اللعبة بكرتي، إنها رائعة. مرحبا نبيل، ومرحبا يا سمير، هل يمكنني أن أستعير الكرة قليلا؟ حسنا تفضل هاتها. هي لماذا أخذتها بعنف؟ ألم أقل لك أنني سوف أستعيرها قليلا كي ألعب بها؟ أجل الآن أخذتها ولن أعطيك إياها أبدا، ولكن إنها الكرة الخاصة بي. الآن أصبحت الكرة الخاصة بي لأنني أمسكتها. هاي إنها كانت كرة الوحيدة. طعامك كان لذيذ جدا، لقد تناولت 5 دجاجات. سوف أتناول سندويشة. هاي أعطني تلك السندويشة، ولكن إنها الخاصة بي أن تتناول 5 دجاجات. أجل والآن أصبحت لك سندويشتي لي. هاي لا يهم، سوف أقول إني أن تعد لي واحدة أخرى. مرحبا يا أيها المغفل الأحمق. هاي لماذا تقول لي المغفل الأحمق؟ لأنك مغفل أحمق. ها 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 هاي لماذا تضربني؟ هاي لماذا يعاملني هكذا؟ إنه شيء غريب جدا إن سمير لم يأتي اليوم لي. أبي ماذا يا صغيري؟ هل تعلم لماذا لم يأتي سمير اليوم؟ أجل لأنه مريض جدا، لديه سؤال قوي جدا. يا إلهي يجب أن أذهب إليه، ولكن صغيري انتظر، لماذا تذهب إليه؟ لأن هذا هو واجبي اتجاه صديقي. حسنا إذن. يا إلهي سمير، سمير سمير صغيري، هيا استيقظ، إن هناك أحد يريد زيارتك. من هو يا أمي؟ إن اسمه نبيل. حسنا ادخلي. هيا ها هو. مرحبا سمير، ابتعد عني، أنا لا أريدك، ابتعد عني هيا. ولكن أنا أتيت لأزورك، لماذا تزورني؟ ألم أنا أكرهك؟ أنا أكرهك كثيرا لأنك عير مغفل، وأكرهك جدا أيضا. ولكن هذا واجب اتجاهك يا صديقي. حقا أنا سيء جدا، أليس كذلك؟ لا 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 تقل هذا، فأنت صديقي الوحيد. إذا لماذا تفعل هذا معي؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلا يكرهه كثيرا، وكان النبي يحبه كثيرا، وأتى في مرة هذا الرجل أتى إلم أو أعرف ما شبه، لا أعرف، فزاره النبي. فهذا ما أريد أن أفعله أيضا، لأن هذا هو واجبي. شكرا لك يا صديقي، أصدقاء إلى الأبد، أصدقاء إلى الأبد. طيب وهذا كان هذا الفيديو اليوم، لا تنسوا تسووا لايك وشير وسبسكرايب، واتمنى اني افوز بالمسابقة، لان عن جد هذه المسابقة كثير عجبتني، واذا ما فزت عادي، المهم انه عملت مجهود وعملت قصة حلوة. فباي، بحبكم كثير يا الماساتي.